العالمين. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل لعل التائب يتوب. وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ذي المقام الموهوب، يا رب صل على هذا النبي ما دامت أرواح عبادك في أبدانهم إلى يوم القيامة. معاشر الإخوة، أستسمحكم عذراً أن أرجع الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي إلى لاحق بمشيئة الله تعالى، كي نقف عند موضوع نحتاجه جميعاً، موضوع كتبه الله تعالى على خلائقه كلهم، موضوع يلين القلوب حتى إذا ما جئنا الله غدا يوم القيامة لقيناه بقلوب سليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا الموضوع أيها الإخوة أبدأه بسؤال، وبعد ذلك نقف بمشيئة الله تعالى عنه تحليلا، مستعينين الله تعالى أن يوفقنا له. والسؤال هو كالتالي أيها الإخوة: هل نحن موقنون بالموت؟ سؤال لو خرجنا إلى العالم كله بدون استثناء، المؤمن وغير المؤمن، فقلنا لهم هل أننا نوقن بأننا في يوم من الأيام راحلين إلى ربنا، خارجين من هذا الحيز الدنيوي؟ الكل سيجيب إجابة واحدة بأننا كلنا موقنون بالموت. لكن أردف السؤال سؤالا آخر: هل بالحقيقة أننا نوقن بالموت؟ هنا يكون الجواب غير الجواب الذي كان آنفا، لأن الذي يوقن بالشيء فلا بد أن يعمل له. إذا أيقنت بأن الله تعالى سيأخذك إليه غدا أو بعد غد أو اليوم أو ما شاء الله سبحانه وتعالى، لا تأتيكم إلا بغتة، إن كنت توقن ذلك يقينا فينبغي لك أن تعمل لهذا اليوم. وثقوا بي أيها الإخوة أنني آتي بهذا الموضوع، أتدرون لماذا؟ لنحيا في الحياة. ذكر الموت حياة للحياة. وأقسم بالله العظيم، وأنا صادق في قسمي، لو أيقنا الموت لوجدنا أن كل واحد في عمله يتقنه. التاجر في تجارته، والصانع في صنعته، والحرفي في حرفته، والأستاذ في كليته أو مدرسته، والوزير وهكذا دواليك من أعلى الهرم إلى أسفله، لو كنا نوقن بالموت إيقانا لكل منا عمل عملا يتوافق مع هذا الجواب، وهو أننا نوقن بأن الموت حق. ولذلك نقرأ مجموعة من النصوص في القرآن الكريم تدل دلالة قاطعة على ذلك: إنك ميت
وإنهم ميتون. خطاب من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم على أنه سيشرب من هذا الكأس، كأس المنية، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته فيوما على آلة الحدباء محمول. ما الموت إلا مرحلة، ما الموت إلا مرحلة زمان نرحل منها، من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي. ما الموت إلا مرحلة نخرج منها، من هذا المنزل الفاني الدنيا إلى المنزل الباقي غدا يوم القيامة. كل من عليها فان، ومن الذي يبقى؟ الله تعالى، وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ولذلك أيها الإخوة، لو كان أحد يخلد في هذه الدنيا إلى أن يلقى الله غدا يوم القيامة لكان محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه مشيئة الله تعالى في خلقه. فإذا علمنا أيها الإخوة أن هذه حقيقة لا يماري فيها أحد، لا يمكن لأحد أن يقول أنا سأبقى، غير موجود. أنا قلت لك حتى غير المؤمن. ولذلك ينبغي لنا أن نتزود من هذه الدنيا، تزود من الدنيا، فإنك لا تدري حينما يجن الفجر هل تبقى إليه. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. والشيء الذي لا منطق له أيها الإخوة هي هذه الموت، لأن أقصد بالمنطق وهي أن الموت حينما نقول تساوي بأن الرجل الكبير سيموت والمريض سيموت وهكذا، لكن نحن لا ندري. كم سمعنا أيها الإخوة من الأسر من اشترت الكفن لشخص ما فدفن به الشخص الثاني، فحينما نعلم ذلك أيها الإخوة فينبغي لنا أن نعمل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وذكر الله أيها الإخوة كل ما يرضي الله تعالى، قرآنا، صلاة، تسبيحا، تهليلا، حوقلة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإن علمنا ذلك أيها الإخوة فينبغي لنا أن نشمر على ساعد الإيمان، حتى إذا ما جئنا الله سبحانه وتعالى سألنا كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن الترمذي، وسبق لنا أن ذكرنا هذا الحديث لكن لا ضير أن نكرره لعل الله تعالى أن ينفعنا به. لا تزول قدم عبد غدا يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسده فيما أفناه، وعن عمره، عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وفي رواية عن شبابه فيما أفناه. لأن الشباب زمن، الشباب زمن، كما أن العمر زمن. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الأئمة كلهم بدون استثناء: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، من بين هؤلاء السبع شاب نشأ في عبادة الله، وفي رواية شاب نشأ بعبادة الله. فإذا علمنا ذلك أيها الإخوة
كل منا يسأل نفسه ما هي الأعمال التي قمت بها لهذا الوقت، لهذا الزمن، للموت. فإن كان ذلك من عملك فيه خير فاعلم أن الذي وفقك إلى ذلك هو الله سبحانه وتعالى. عن هذا الجسد ماذا عملت به؟ هذا الجسد أعطاه الله لك، وهبه الله لك، أنعم به الله إليك، فينبغي أن ترد الأمانة إلى صاحبها، إلى ربها، لأن هذا الجسد هو ليس ملكا لنا، هو ملك لله، أعطاك الله إياه هكذا سليما، فينبغي لك أن ترد الأمانة. إذا كنا نقول ينبغي لك أن ترد الأمانة من إنسان لإنسان، فكيف أن تخون أمانة الله، أن تخون هذا القفص الجسدي؟ ثم بعد ذلك عن هذا العمر، لعلنا أيها الإخوة حينما نتحدث عن العمر أنني أجد بعض الإخوة من الأحبة الذين نحبهم كل ما يقول المؤذن بعد ذلك نتمنى. قلت أيها الإخوة، إذا أيقنا إيقانا على أننا سنفارق هذه الحياة، واعلموا علم اليقين بأن هذه الحياة لا تساوي ذرة فيما نجده عند ربنا، واقرأوا إن شئتم، قل متاع الدنيا قليل. هذه الدنيا، أنا أتحدث عن نفسي أولا، هذه الدنيا التي تأخذ منا هذا الزمن، فإذا أردنا أن نقسم اليوم والليلة على الدنيا والآخرة لوجدنا أننا منغمسون في هذه الدنيا أكثر من الآخرة، حتى إن بعضنا ليؤثر عملا دنيويا على أن يأتي إلى الصلاة، ويخاف الإنسان أيها الإخوة أن يصدق عليه قول الله تعالى، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله تعالى يجيب، كلا أبدية، بأنه لا يوجد من يذهب إلى الثرى ثم يحييه الله ليعود إلى زمنه. رحم الله الصحابي الجليل الذي كان يضع قبرا في بيته، يسجى في القبر ثم يقرأ الآية، فيقول لنفسه إذا ها أنت رجعتي، وكأنه يختبر نفسه ويحاسب نفسه، كلا، لأن هذا قدر الله سبحانه وتعالى على أن آخر رمق لك حينما يأخذ ملك الموت الروح إلى بارها، بعد ذلك تنتقل إلى حياة أخرى. هذه الحياة الأخرى أيها الإخوة هي ترجمة حرفية لما كنا نعيشه في الدنيا، ترجمة حرفية.
ولا أقول ترجمة معنوية بالمعنى، لا حرفية. وأضرب لحضراتكم أيها الإخوة أمثلة في ذلك. فإن أراد الله تعالى بك خيرا فأول بشرى، أول بشرى للخير وهي شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا اللسان أيها الإخوة، هذا اللسان الذي يفعل بك الأفاعيل في الدنيا، ممكن أن تزور به، ممكن أن تكذب، ممكن أن تقول حقيقة، ممكن أن تقرأ القرآن به، ممكن. هذا اللسان، وإن شاء الله تعالى، إن يسر الله تعالى، عملنا درسا على آفة اللسان. هذا اللسان الذي كان فيه هذا الميزان التفاعلي في الدنيا، حينما يأتي ملك الموت يكون لسان حق. ولذلك هو ينطقك بما كنت، فإن كنت من أصحاب لا إله إلا الله ومن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آنئذ، فاللسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتكون هذه أول بشرى مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن فلنحرص أيها الإخوة على أن تكون لا إله إلا الله في حياتنا الدنيا بما أمر هو سبحانه وتعالى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلا يطبق الله شفتيك على لسانك أن لا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يطلق الله لسانك على ما كنت تردده في الدنيا، إما أغاني ماجنة، إما كذب، إما يمين غموس، إما مما لا يحمد عقباه في هذه اللحظة، أي لحظة الاعتذار. رضي الله على سيدنا عثمان بن عفان، كان تذكر أمامه الجنة والنار فلا يتأثر، لكن حينما يذكر القبر أمامه يبكي. فقيل له ما الذي يبكيك حينما تسمع القبر وحينما تسمع الجنة والنار؟ قال لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول منزل يختبر فيه الإنسان هو القبر، أول ما يتختبر به. فإن كانت الحياة سليمة آنئذ فكل الطريق يكون يسيرا إلى يوم القيامة، وسأتحدث عن ذلك بمشيئة الله. وهنا أيها الإخوة ينبغي لنا أن نعلم أن الميت رجلان، وحينما أقول رجلان أي حتى امرأتان، أنا أقول لأن حينما تذكر في القرآن الخطاب الذكوري فهو كذلك للنساء، يا أيها الذين آمنوا تدخل فيه الرجال والنساء. قلت بأن الميت رجلان لا ثالث لهما، فرجل كما أسلفت يقول لا إله إلا الله وآخر لا يقولها. لما أيها الإخوة؟ لأن الرجلين في حياتهما الدنيوية كانا كذلك، كانا رجلين مصداقا لقول الله تعالى
وهديناه النجدين. والنجدان أيها الإخوة الطريقان، خير وشر، هدى وضلال، حسن وقبح، عمل خير وعمل غير ذلك. ويبرز لنا حقيقة هذا التقسيم بين هذين الشخصين المتقابلين المتضادين ما قاله عليه الصلاة والسلام حينما قال: القبر إما حفرة، إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. كم هما أيها الإخوة؟ لا يوجد ذلك. كما أسلفنا الذكر في إحدى المحاضرات أو الدروس الوعظية بأن الإنسان هو هذا، إما أن تكون في طاعة وإما في معصية، ما وسطهما، ما بينهما، غير موجود. أقول خالد في طاعة وآخر في معصية، فإن كنت في طاعة فاعلم علم اليقين أن الذي وفقك لهذه الطاعة هو الله سبحانه وتعالى، واعلم علم اليقين أن الله تعالى ما وفقك لهذه الطاعة إلا لأنه يحبك. ومن يرتدد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وفي قراءة: ومن يرتد عن دينه، الآية. وإن كنت في معصية اعلم علم اليقين بأن الله فتح لك أبواب التوبة على مصراعيها، لأنني أخاف أخي الكريم أن يصدق علينا قول الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى، لوحدك، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذه الدنيا، أنا لا أقول يا أخي الكريم، لا أقول بأننا نحن نذم الدنيا، لا، بل إن هذه الدنيا هي الطريق إلى الجنة، لكن حينما نذم الدنيا نذمها لأن صاحبها أخذها من غير حلها. اقرأوا معي قول الله تعالى في الآية 14 من سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الدنيا زينة، ولكن الله عنده حسن المآل، حسن الرجوع، لأنك حينما تعلم أنك آيل إلى الله وموقن على أنك ستحمل على آلة الحدباء، آلة الحدباء هي الخشبة لكن، فإن كنت تعلم آنئذ ستتعامل مع هذه الزينة التي جاءت في هذه الآية، تتعامل معها بما يرضي الله لا بما يسخط الله. زينة لفظ جميل، زين للناس حب الشهوات من كل ما جاءت به هذه الآية من سورة آل عمران: الأسرة والولد والبقر والأنعام، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، ذلك ما جميل جدا. وهذه الزينة ينبغي لك أن تأخذها من حلها وتنفقها في حلها، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه وأخرجه الإمام الترمذي: لا تزول قدم عبد غدا يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن خمس، في رواية الشاهد عندنا عن مالك: من أين اكتسبته وفيما أنفقته. كم منا أيها الإخوة، وهذا نقص في اليقين، هذا نقص في يقيننا بالله تعالى، خاصة نحن الآباء. يقول الأب حينما يسأل: لما تأتي من هذا المال من الحلال والحرام؟ يقول: أخاف أن أترك أبنائي. وهل هذا معقول؟ بالله عليك،
هل أنت الذي ترزق أبنائك؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يقولون أيها الرب؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأنا أقسم بالله العلي العظيم إن أردت ألا تخشى عن أبنائك الإقلال فما عليك إلا أن تتبتل في حياتك هاتين الصفتين، تقوى الله والقول السديد. تقوى الله وهي أول نعمة، وأنت تقرأ القرآن الكريم حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ماذا؟ لمن؟ للمتقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وحينما تريد أن تكون من المتقين فلا بد أن تلبس القرآن الكريم، أن تجعله لباسا لك في حياتك حتى لا تتكشف عورتك. التقوى لباس. إذن فاتق الله تعالى، ثم بعد ذلك قل القول السديد. والقول السديد أيها الإخوة هو كل قول جامع يحبه الله. قراءة القرآن قول سديد، الصلاة على النبي قول سديد، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قول سديد، سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده قول سديد، الإصلاح بين المؤمنين قول سديد. آنئذ مت واعلم علما يقين بأن الله تعالى سيفتح من رزقه الواسع على أبنائك. وقد قلناها في درس ما وكان أبوهما صادقا صالحا، هذا هو الذي ينبغي لنا. إذن أيها الإخوة فهذه المتقابلات بالنسبة للميت، قلنا عند مجيء ملك الموت أن هذا يقول الشهادتين وهذا لا يقولها. في القبر إما أن يكون روض من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار. وأسأل الله تعالى أن نكون جميعا أن يكون القبر روضة من رياض الجنة. أتدرون لماذا؟ لأن البشرى حينما يأتي الملكان ويسألانك عن ثلاث أسئلة، وأقول كما قلت آنفا بأن هذه الأسئلة ممكن في الدنيا أن تجيب عليها هكذا، لكن غدا في القبر يستحيل أن تجيب عنها إلا إذا كنت تعمل بها في الدنيا. من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قل لي أخي عبد الحق، هل يستطيع أحد منا ألا يجيب عن هذه الأسئلة في ديار الدنيا؟ كلنا نجيب، لكن في القبر إن لم تكن مع هذه الأسئلة فعلا وقولا أن لك أن تجيب عنها. والدليل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام. في الجانب الآخر يقول من ربك؟ لا 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 أدري. ما دين؟ لا لا أدري. ماذا تقول في الرب؟ لكن أنت حبيبي المؤمن تقول ربي الله. أتدري لماذا؟ لأنك كنت في ديار الدنيا تعلم أن لا رب سواه، وهو المستحق بالعبادة، والذي لا ينبغي لأحد أن يجعل خلة من خلل الله لغير الله. وقلنا بهذا يسمى توحيد. ذكرني توحيد إيش؟ تنسون توحيد الألوهية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ هذا توحيد الألوهية.
وقلنا بأن توحيد الألوهية وهو أن تجعل عبادتك خالصة له سبحانه وتعالى لا لغيره. ألا تقرأ أخي خالد على الأقل 17 مرة في القرآن الكريم إياك وإياك نستعين؟ بل هذا كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى للأطفال كما جاء في الحديث. وكان سيدنا عبد الله ابن عباس غلاما وقتها كان لطيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا غلام تعال أعلمك كلمات. هذه الدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة كريمة، تعال أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت الله، وإذا استعنت لا إله إلا الله. واعلم أن القوم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وصية غالية، وأتمنى هذه الوصية التي قيلت لسيدنا عبد الله بن عباس وهو غلام أن نجعلها في كل مؤسساتنا الإدارية. لأننا حينما نعلم أن الله تعالى هو الحق وأن يقيننا فيه هو الحق، اعلم علم اليقين بأنك ستعيش عيشة كريمة فيها الاطمئنان، تقول هذا ما كتبه الله لي. ولعلي أفتح قوسا أيها الإخوة، وأنا أقول لأبناء طلبة العلم اقرأوا سيرة سلف هذه الأمة، اقرأوها. وإن كان من الطلبة معنا هنا فليقرأ كتاب اسمه سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي، يقع في 25 مجلدا. اقرأوا هؤلاء الأفداد الذي ترجم لهم شمس الدين الذهبي، أنك تجد واحدا كان مصابا بالاكتئاب ولا بالقلق. أتدرون لماذا؟ لأنهم فوضوا الأمر إلى ربهم، فوضوا الأمر إلى ربهم. اسمعوا ماذا يقول الحسن البصري رضي الله عنه: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له. هذا ليس تواكلا أيها الإخوة بأن الإمام الحسن البصري يجلس في مكان ثم يقول هذا الكلام، لا، هو يجن. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. ورغم ذلك أنا أعلم علم اليقين بأن رزقي لن يأخذه غيري، كما أن عملي لن يقوم به غيري، كما أن حسابي غدا يوم القيامة لن يحاسب أحد لأحد، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن فالقبر أيها الإخوة، وأنت تقول أن ربي الله وأن الإسلام ديني وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المرسل، آنئذ أيها الإخوة تتنعم بنعيم، فتأتي الملائكة فتحنطك بحنوط أهل الجنة وتكفنك بكفن أهل الجنة، وتشيعك سماء الأولى إلى السماء الثانية، ثم بعد ذلك يريك ربك مكانك في الجنة فتقول يا رب أقم الساعة، أقم الساعة. لأن قلنا بأن الموت هي مرحلة يعقبها، أي أنك تخرج من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي. ثم بعد ذلك أيها الإخوة تأتي مرحلة أخرى لتشعر بالعمل الذي كنت تقوم به في خلواتك في الدنيا، حينما يمكنك الله تعالى بكتابك بيمينك، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا، لا لا، كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي أن يمين كتابك، أي تأخذ كتابك بيمينك، هو ما كنت تقوم به حينما كنت تسمع أذان الفجر فتزيل عنك الدثار وتقول أذهب إلى صلاة الفجر، وحينما ترى إنسان في حاجة تقضيها إليك، كما كان سيدنا عبد الله ابن عباس كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام معتكفا، وسمع إنسانا ينشد حاجته فخرج لقضائها، فقال له الناس: يا ابن عباس أنت معتكف؟ قال: لأنني سمعت صاحب هذه الروضة الشريفة أنه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أن يمن الله كتابك. وفي الجانب المقابل، فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم بعد ذلك يأتي الوعيد: خذوه فغلوه ثم الجحيم، اسأل الله السلامة والعافية. ماذا يعملك هذه الأطنان من والله لو كانت هذه الدنيا تنفع لنفعت قارون، إن قارون كان من قوم موسى، وبعد ذلك أعطاه الله تعالى من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لأنه لم يحمد الله تعالى. وبعد ذلك الآيات من سورة القصص في الربع الأخير من سورة القصص، الله تعالى يقول: فخسفنا به وبداره الأرض. ماذا فعلك ذلك؟ ثم بعد ذلك أيها الإخوة، واسمحوا لي حتى أكمل بعد ذلك إن شاء الله نصلي، تأتي القضية الأخرى أيها الإخوة في هذه الموعظة، موعظة الموت، التي قلت لإخوانكم الذين بكروا للدرس، قلت لهم أننا حينما نتحدث عن الموت نتحدث عن الموت لنعيش، لا لأن نستكين. لأنك لو جعلت الحياة، جعلت الموت نصف عينك وكنت أستاذا، فتعلم علم اليقين بأن لا بد من الإتقان في هذا العمل. وإن كنت تاجرا، وإن كنت عند، كما قلت لإخوانكم في بداية هذا الدرس الذي نسأل الله تعالى أن يتقبله جميعا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، من البشائر أن يثقل الله تعالى ميزانك، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله عدل، والله إن الله عدل عدل. ثم بعد ذلك نقف أمام الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة، فإما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى غيرها، نسأل الله السلامة والعافية. فحينما نأتي الله غدا يوم القيامة آنئذ، ويدخل الله تعالى أهل خيره إلى الجنة والآخرون إلى غيرها، آنئذ لا يمكننا أن نجد متقابلات، فإما درجات في الجنة وإما دركات في النار. وأجمل ما في يوم القيامة، أجمل ما في يوم القيامة، ليس الدخول إلى الجنة، أخي عبد الحق يقول لي هكذا، وهي النظر إلى ربنا سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، أي جميلة، إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد والثانية بالضاء. آنئذ الله تعالى يتجلى لأهل جنته
فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فكيف لنا لا نرضى؟ ماذا نريد؟ هل أن أعمالنا التي كنا نقوم بها في ديار الدنيا هي حقيقة لما نحن فيه؟ لا، بل هي رحمة الله ورحمانية الله. فالله تعالى يقول وقتها إني أرضى عنكم رضاء كسخط بعده، فيكشف الله الحجاب بيننا وبينه فنري الله، فيرينا الله تعالى وجهه الكريم. كيف هو؟ إذا علمت وإذا أردت أن تعلم وجه الله الكريم فاعمل هنا لكي تراه غدا يوم القيامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تجعل قبورنا رياض من رياض الجنة، وأن تيمن كتابنا، وأن تيسر حسابنا يا مولانا، وأن تجعلنا نشرب من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوة، أقول كما كنت أقول دائما، اسأل الله العلي القدير إن كان منا من مريض فاشفه يا رب العالمين، وإن كان فينا من أحبتنا الذين نكن لهم الحب الكامل ولهم في وجدان الأثر الكبير، إن كان مبتلا اللهم عافيه، اللهم عافيه، اللهم عافيه، اللهم إنك أنت أرحم به منا، فإن كنا نحن الضعاف نسأل له العافية فكيف بك أنت يا ربنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.